ايه هو الاستعداد؟ ما هو المطلوب من الدول؟ ده سؤال مهم، وطبعا المطلوب من الدولة ككل، ولما عايز أتكلم على الدولة عايز أتكلم على الحكومات وعلى الشعوب، لأني أعتقد أن نجاح أي دولة في السيطرة على انتشار كورونا فيروس 19 هو التحالف ما بين الحكومات والشعوب. لا يمكن حضرتك هتلاقي ان في الدوله بس الحكومات هي اللي بتشتغل والشعوب مش بتتوافق معاها وهيكون في سيطره على المرض. المطلوب من الحكومات او من وزارات الصحه بالاخص الحقيقه ان هم ما يكونوش تعبوا، وان احنا نكون مستعدين بنفس درجه الاستعداد اول ما الوباء العالمي ده ابتدى في شهر يناير 2020. لازم يبقى فيه استعداد للرصد، رصد اي حاله جديده. ما ينفعش نقول خلاص احنا عرفنا حالات الكورونا فانا مش عايزه اعرفها، لا، ضروري يتم اكتشاف جميع حالات الكورونا علشان في اجراءات لازم تتخذ. اول ما انا بعرف حاله لازم الحاله دي بيتم عزلها، لازم بعمل تقصي للمخالطين، لازم يعني اعمل كارانتين للمخالطين عشان ما يزودوش النقل العدوى، لازم المستشفيات تكون مستعده، لازم اعمل اختبارات معمليه علشان يتم بيها التشخيص. ده دور مهم جدا جدا لوزارات الصحه وجميع الوزارات المعنيه. المواطن نفسه طبعا ليه دور، كلنا لينا ادوار، وانا سامعه كلام كتير طبعا عن الاجراءات الاحترازيه واعتقد ان كلنا عارفينها. احنا النهارده بنقدر نعرف امتى في خطر. كل مواطن لازم يبقى عارف ايه هو الحاجات اللي يعملها عشان يمنع العدوى عنه. كلنا عارفين طرق الانتقال عن طريق الجهاز التنفسي وعن طريق التلامس. ما احطش نفسي الزحمة في وسط 100 واحد او 200 واحد اروح فرح اروح عزا وانا مثلا مش لابسه كمامه او معيش الكحول علشان اغسل ايدي وانضفه، او اكون تعبانه وعندي حراره وانزل. يعني الحقيقه الاحتراز الحاجات الاحترازيه دي اتمنى ان كل مواطن في اقليم شرق المتوسط كله مش بس في مصر يكون عارف ايه هي الاجراءات اللي ممكن تحميه من التعرض للعدوى. طيب، منظمه الصحه العالميه ايضا بترصد حاله الفيروس، كحدثيني عن حاله الفيروس بالنسبه لمصر، انتوا شايفين ايه، بترصدوا ايه في مصر؟ الحالة الفيروس ورده في مصر زي جميع دول الإقليم اللي هم 22 دولة، كل الدول الحقيقة بيبقى ليها تعريف للحالة، بتعمل تشخيص بدرجة معينة، لما بيظهر في عدد حالات معملية عندها كورونا بتبلغ منظمة الصحة العالمية يوميا، بيتم التبليغ عن أعداد الوفيات، كل ده بيتم رده يوميا علشان الحقيقة الموقف الوبائي لكل دولة هو اللي بتقوم عليه الإجراءات. وكل الدول الحقيقة كمان النهاردة مختلفة، يعني حضرتك هتلاقي دولة زي مصر الحمد لله بقالنا فترة أعداد الحالات مش بتزيد بطريقة مخيفة، بس في توقع طبعا أن بدخول فصل الشتاء من أول الشهر الجاي أنه احتمال كبير عدد الحالات هيتزايد. دول تانية زي ما بقول لحضرتك قعدت صفر مدة طويلة جدا وفجأة حصل ازدياد جامد جدا للحالات زي الأردن زي تونس زي المغرب وهكذا. فالموقف حاليا في مصر أعتقد أنه تحت السيطرة، أتمنى أنه يفضل كده ويكون كلنا فاهمين الموقف علشان كلنا نقدر نعمل الأدوار المنوطة بينا.